شفت الناس كيقولوا بان انت معقد من جهه البنات، وصحيح ولا لا؟ كتطلق وكتزوج عاوتاني كتطلق وكتزوج، يعني شخصيه عندك شويه معقده، وصحيح ولا لا؟ طيب تزوج وطلق جوج المرات. نعم. وانا الان غير متزوج. نعم. يعني ما بين الزواج الاول والزواج الثاني 10 سنين. اللي غادي نقول بالعكس بان الزواج كما حل الله، طلق راه حتى هو حل الله، وراه كاينين الناس اللي غتلقاهم دايرين علاقات مع مئات ومئات وما كيهضر عليهم حتى شي حد. نعم. وعاد بحجام تزوج جوج المرات كتجي غريبه، ما كنظنش. ولكن انا عندي مصادر من داخل العائله ديالك كتقول بان الوالده ديالك هي اللي كتوقف على الزواج والطلاق ديالك، بصح ولا لا؟ اوه مسكينه الوالده ما لها والو في هذا الشيء. نعم. هي انت هي اللي كتختار؟ لا، هذيك القضيه تفهمات غلط، وبعض المرات كيكون العناوين باش تبيع وانت تجولج كتخلي، ولكن بعد اذا انت سمعتي هذا الشيء هذا؟ اه لا، هو الحقيقه هو على ان انا اش كنقول؟ كنقول ما يمكنش واحد الانسانه ما توافقش عليها الوالده نتزوجها. ماشي واذا كتمشي كتبدا تقلب ليا اجيها شوف هذه شوف هذه، لا كنقول لها لا لا شوف هذه لا، راه ما يمكنش، هذا راه العبث. انا سمعت بان عادل ما عمره كان عادل مع النساء اللي كان تزوج بهم. اش غادي نقول لك؟ باش تقول ماشي عادل، لا دائما كنت عادل والله مطلع عليا، لكن غنقول لك بان مثلا عندي كاركتر صعيب وعندي كاركتر صعيب، عندي واحد الغيره كثيره، عندي واحد الطباع شويه. انت شخص غير بزاف على المراه. اه انت من الناس اللي ما كيبغوش المراه ديالهم تبان في الاعلام ولا تخرج معاك؟ اكيد. علاش؟ لان انا كنسبه لي هذيك حياه خاصه، ماشي مجبر على انني نشاركها مع الناس. وعاوتاني الانسان الاخرى مادام ماشي في مجال الفني ولا الاعلامي، اذا علاش غادي تسلط عليها الاضواء ولا تعرف ولا هي ما اختارتش؟ كون كان كيعجبها الظهور وحب الاضواء والكاميرات وهذا، كون راه دارت حتى هذا المجال. ولكن انت كترفض تبين مراتك الاعلام. اه الزوجه المستقبليه ديالك كيفاش كتمناها دابا حاليا؟ انت عندك بنت ولا بنيه؟ عندي ولد وبنت. ولد وبنت؟ تبارك الله. عندي ولد في الزواج الاول وبنت في الزواج الثاني. نعم. هود وإيرام. نعم. الولد سميتو هود، الله يخليهم ليك، والبنت سميتها إيرام، الله يخليهم ليك. والزواج الثالث ان شاء الله واش غنوصل نتزوج ولا لا؟ كتمنى واش غادي نقول لك؟ حيت عندك بزاف ديال المعجبات، نبغوا غير نعرفوا شنو انت فاش كتفكر وشنو. عرفتي هذوك، عرفتي هذوك المعجبات، ولا بعض المرات كنسمع بغيت نتزوج بك ولا شي حوايج بحال هكذا، كنبغي نقول لهم والله زعما كون عرفتوا الحقيقه حتى وحده ما باقي غتبغي تزوج بعادي. شنو هي الحقيقه؟ صعيب وغيور وكوليريك، عصبي.